موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة توفير ما يلزم من مرافق وخدمات لعدد من المشروعات الكبرى. مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري، لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم والمنيا وبني سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها المشروع بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي. وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختام الموازنة العامة للدولة وحساب ختام موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختام موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022-2023، وأحال رئيس النواب جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، فيما أرجى الموافقة على مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية إلى جلسة لاحقة. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وعددا من ملفات عمل الوزارة، وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لضبط الفاقد من الشبكات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، فضلا عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة سرقات الكهرباء والتعامل مع بشكل فوري. من جانبه أكد وزير الكهرباء استمرار جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في العديد من المجالات، وذلك بالنظر لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. استقبل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لرئاسة أعمال الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وأعرب مدبولي عن تطلعه لإنعقاد ناجح للدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين بما يواكب ما تحقق من نجاحات على مدار الدورات الماضية لإنعقادها باعتبارها اللجنة المشتركة الأكثر انتظاما في ظل حرص قيادتي البلدين على المضي قدما نحو توسيع آفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات. وأكد الجانبان الحرص على مواصلة العمل من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن وأهمية التنسيق القائم بين الجانبين على كافة المستويات تجاه التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة والتي لها انعكاساتها على كلا البلدين الشقيقين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمي
رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التي تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، مشيدا بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة آفاق التعاون العسكري والعمل المشترك في كافة المجالات. استمرارا للنجاحات التي حققها وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية في استضافته لمنافسات محلية ودولية في رياضة الفروسية في ضوء اهتمام الدولة بهذه الرياضة، فقد واصل الاتحاد المصري للفروسية تنظيم بطولاته على ملاعب الوادي، حيث نظم بطولة الجمهورية لقفز الموانع الحلقة السابعة للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والمبتدئين بقسميها والمباريات المفتوحة، وذلك على ملاعبه ذات التجهيزات العالمية. المكان مجهز في كل الفاسيليتي الدولية المطلوبة، واحنا بنشكر سيادة الرئيس على دعمه للرياضة والرقي بجميع الرياضيين وإتاحة هذه الميادين الأولمبية والدولية اللي تشرف مصر. شهدت البطولة التي استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام نهارا وعلى الأضواء الكاشفة ليلا، شهدت تنظيما دقيقا أبرز قدرات الوادي كأحد الصروح الرياضية التي استطاعت وزارة الداخلية أن تطوره وترتقي بقدراته ليصبح مستعدا لاستضافة كافة منافسات الفروسية. تجهيزات على أعلى مستوى بالنسبة للأرض وبالنسبة للخيل، بالنسبة لأوقات الخيل، بالنسبة للفندق، الخدمات الإدارية، الخدمات الطبية المؤمنة سواء للفرس أو للفارس نفسه. أشكر وزارة الداخلية، وحابة أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن هو مهتم جدا بالفروسية، فأنا حابة أشكرهم قوي. نشكر الرئيس جدا على اهتمامه بالرياضة دي، رياضة جميلة والأماكن فعلا حلوة قوي، وإن شاء الله يعني حاجة كبيرة قوي في المستقبل. تبارى الفرسان هنا في إظهار قدراتهم ومهاراتهم في قفز الموانع وسط أجواء تنظيمية تم تهيئتها لهم، فقد أشادوا بملاعب الوادي ذات المعايير العالمية وبأماكن إقامة وإراحة الخيول المزودة بخدمة بيطرية، كما أشادوا بفندق إقامة الفرسان وأماكن الانتظار للجمهور والخدمات الصحية، وأشاد الحكام بغرفة التحكيم التي توفر رؤية واضحة لكافة ملاعب الوادي. والمحلية وبعد فصل الناس نهاردة نهضة رياضة في ظل زمن للنهوض برياضة كانت تعتبر من أجمل الرياضات اللي وصلت. كل مرة باجي فيها وادي الفروسية ما شاء الله باجي ألاقي حاجة جديدة ما شفتهاش قبل كده، تنظيم هايل، سيرفيس على أعلى مستوى في كل حاجة، كافيهات، الفندق، الرعاية الطبية، سبورت من كل الناس اللي بتبقى موجودة هنا. المكان ده حلو قوي، لعبت فيه بطولة الجمهورية، الخيل مرتاحة جدا والأرض نظيفة قوي وفي كافيهات، والأوتيل حلو قوي، الناس البعيدة اللي عايزة تيجي تبات الأوتيل حلو جدا. وبنشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه ما يخلي البطولة والرياضة في مصر حاجة تانية خالص بالذات الفروسية. يتمتع وادي الفروسية بطلة ساحرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، ما يجمع بين أجواء رياضية وترفيهية تجعله متفردا بين ملاعب الفروسية ليس محليا فقط ولكن عالميا. ولتؤكد على الإسهامات المصرية الفاعلة في رياضة الفروسية بما تملكه مصر من ملاعب متنوعة وتجهيزات متطورة، مستعدة دائما
لاستضافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.